شاد الشيء اللي كيديروا الناس اليوم، حتى اللي كيبغي هاد الفضائح وهذه هي اصلا منبوذه. سيدي ربي في القران كيقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. كاع اللي كيقلب على اعراض الناس ويجبدهم ويشوههم كيشوه الله في الدنيا قبل الاخره. انا كتبت كتاب سميته تحذير الشباب من جرائم الانترنت في الجريمه المنظمه، كتبت فيه كتاب مجلد كبير للدكاتره، لان كنت كنقري في كليه الطب والتكنولوجيا بجده، وطلبوا مني الأستاذ الدكاتره، انا قريت واحد 1600 طبيب اخلاقيات المهنه، وطلبوا مني باش نكتب لهم كتاب في الجريمه، وكتب لهم كتاب اسمه تحذير الشباب والاجيال من جرائم الانترنت قبل 12 عام، واليوم الناس وصلوا بزاف الحوايج اللي كنتكلم عليها اليوم وزيد وزيد. فهذا اللي بغي نقول الاخوان اللي رجعوا كلم اي فضيحه من كما كانت، والتشويه ديال اعراض الناس هو في حد ذاته خطر، ومولاه كيفضح الله في الدنيا قبل الاخره.